مرحبا بكم اعزائي المشاهدين، انتوما محبي خيامتي انا وبنتي. سلام ومرحبا بكم معنا في خيامتي انا وبنتي. راح نحضروا لهم زوج حلويات معروفين بزاف في العياد. انا هادو غير نشوفهم تفكر العيد، ريحتهم العيد وبنتهم بنت العيد. راح نحضروا حلويات اللي نحضروها طبعا مع قهوه العشيه، نحضروها كي نروحوا ضياف ولا يجيونا ضياف. حلوه الطابع اللي عمرها ما تدي موضه، يعني تقعد هي توجو حلوه الطابع. حلوه من بكري قعدت ومازال من زمان. انا راح نعطيكم الوصفه اللي كانت تميمتي الله يرحمها ديرها. كيلا بيض، كيلا سكر، كيلا نصها زبده ونصها زيت، ولا دير الكيلا كامل بالزبده، الزبده ماشي لا مارغرين. هنايا عندنا هنا باش تذوقوا البنه برك، اللي حاب يستعمل لا مارغرين تقدروا تستعملوا لا مارغرين. عندنا هنايا القارص لو زيست، عندنا هنايا مغرفه تاع خميره الخبز، وعندنا لافالي، وعندي هنايا ثلاثه كيس خميره كيميائيه اللي هما 30 غرام في سته بيضات. كل زوج بيضات نحطوا لهم كيس خميره كيميائيه، يعني هنايا نزيدوا لهم هنا باش نلموا دائما اكيد لازم لنا الفارينه في هذه الكميه، راح تكون لنا شويه الكميه كبيره. عطيني ديروها في بيتخان. ايوا يلزم بالباتور ولا بالبيتخان طلعوا بالفوي طلعوا البيض مع السكر. دوك حنا واش نديروا؟ نحطوا هاد الكيلة تاع السكر ونشوفوا البيض السته لا يعطيوني كيلة ولا شحال. ميمي مالفات ديريها احكي لنا على حلوه الطابع باش تعجبك. هي اسهل حاجه وبالخميره تنجح 100% وتجي الخميره خفيفه، تخليها تتشقق وتجي شابه. وما قبل كنت في لافات لقيت زوج بنات، ايه كاين مناوشات هكا بيناتهم، فينالمون بسببهم لا ميموار تشاركوا في لا ميموار وصرات هكا بيناتهم في لو ميموار. اعطيني راني وليت نشوف باللي الشركه صح كيما يقولوا هلكا صافي. الشركه هلكا يعني دركا الناس باش دير يعني في اخر الدراسه تاعها لازم يديروا مع بعضهم يخدموا البحوث تاعهم ويخدموا لو ريزومي تاع القرايه تاعهم تاع الثلاث سنين ولا اربع سنين اللي قراوها. بصح لقيتهم ماشي متفاهمين. البيضه هذه جاتنا شويه فاضلنا البلون دوف هنا ما يهمنيش. هنايا كيلنا كيله تاع السكر نزيدو نكملوا بها كيله تاع الزيت. حطينا هذوما يطلعوا مع لافاني وانا ندوب هنايا الزبده. الكيله ما ديتيهاش باش نكيلو بها الزبده ونكيلو بها الزيت. الزيت بون هاكي الزيت نحطو هنايا الكيله تاع الزيت، نص الكيله راهي هنا، ونزيدو نصها زبدة. الزبدة هنا تعطي البنة. طلعت مازال شوية لازم نطلع الموس. طلعيها مليح وما تجيبيها لي. هنايا نزيد النص تاع الزبدة جيبي لنا هذيك الخليط تاع السكر مع البيض. هنا سي بون خويا ما نسحقوش نحيه خلاص ما نزيدوش نستعملو كامل دوك نعجنو باليد ولا بلا ماريس. عطيني باش ناخذ الفارينه هنا نخففها شويه، وانا راهي عندي هنايا الخميره تاع الخبز وعندي لا ليفور شيميك. شوفوا هنايا جيبي لنا الفوي، هنايا عندي خميره الخبز واللي هي مغرفه كبيره اللي راح نديرها هنايا. خميره الخبز واش راح دير لها؟ تجي مشققه وطريه وتجي بنينه. نقول لكم جربوها وادعوا لي راح تجيكم حلوه الطابع. تجي فارغه في الوسط خلفه وتجي طريه وتجي الداخل هكذا يعني منبله. وشنو قبل ما تطيبوها خمروها باش طيبوها. هنايا نزيدوا الزيت على خاطر خصتني هنايا الكيله هكذا
حلوة الطابع ميمي. كاين زمان اللي كانوا يديروا لها الحليب، وكاين اللي يديروا لها فرارة الحليب. اسكو بالحليب ما تيبس ما يصرالها والو؟ ما يصرالها والو. شتي كي طيبوا الحليب تاع البقرة، شتي كي نغليوه تطلع هذيك الفرارة من الفوق. ايه ينحيوا هذيك الفرارة يخبيوها، ومن بعد يكيلوها كيلة حليب الفرارة، فرارة الحليب هاني هدرتها بالعكس. مام كاين اللي كيفسد الحليب يغليوه. مرت عمك كانت تديرها واحد الوقت، يعني تغلي الحليب وتحجر الفرارة تاع البقرة، ومن بعد كي تتحجر لها دير كيلة تاع الفرارة ودير كيلة تاع ما ديرش الزيت، ما دير لا زيت لا زبدة. ها تسمى الفرارة في بلاصة الزيت هي وزبدة. هي اللي حديرها الفرارة وشنا هي؟ زبدة يا بنتي. هنايا نزيدوا القارص لي زيست اللي هو الصح، خليناه في الاخير. حكيت لك على الشركة وما قريصة تاع الملح ومازال ما جاوبتينيش. قولي لي على الشركة واش نجاوبك يا بنتي. شوفي اليوم فلافا كادوك البنات لقيتهم متناوشين مالغري صحابات من بكري. شوفي يا بنتي، شوفي هي الشركة هلكة، وشنو في القراية ما نظنش يعني هلكة، لازم زوج قبل ما يبداو حاجة لازم متفاهموش. كي يبداوها من بعد متفاهموش، ولات الأخرى تقولها خدمتي أكثر مني، الأخرى تقولها أنت ما خدمتيش كاع، الأخرى تقولها لازم تكتبي. شوفي يا بنتي، الزوج قبل ما يديروا حاجة يلزم يتفاهموا، لازم يكونوا يتفاهموا، تكون عندهم كومبليسيتي مع بعضهم، تكون عندهم طيبعهم تتشابه، باش واحد يشارك واحد غير هكذاك. الشركة راهي واعرة، يشاركك راح يشاركك في دراهمك، ولا يشاركك في حياتك، حياة الزوجية راهي شراكة، الحياة العملية راهي شراكة. احنا اليوم نخدمو في فريق عمل، هذا فريق العمل فيه متكون من بزاف ناس، يعني راهم ستة ولا سبعة ولا ثمانية من الناس اللي باش نخرجوا لكم هذا العمل، يعني هادو اللي حاضرين، وخلي يعني الناس اللي في المونتاج، يعني هنا وكما تكونش كومبليسيتي وكل واحد يعرف خدمته ويخدمها باش نخرجوا عمل، هذا راه عمل مشترك يتسمى. هنا راهي شراكة، الشراكة ماهيش هذيك الشركة تاع الخدمة برك، الشراكة راهي عندها معنى كبير وتنطبق على، ولا نقدروا نقولوا شراكة. الشريك ماشي لازم تكون بيناتنا خدمة ولا دراهم ولا. الشريك ولا الشراكة ماهيش غير في الخدمة يا بنتي، الشراكة راهي نقدروا نقولوا شراكة في بزاف حوايج، حتى هنا في الخدمة حنايا رانا شركة، شركاء في العمل. دخل هنا يدي ولا نكمل بهذه؟ خدمي بيدك خير. نلمو حلوة الطابع ما تنشفش. حلوة الطابع ما لازمش تنشفيها بزاف، على خاطر لو كان نشفوها بزاف حلوة الطابع واش يصرى لها؟ ما تجيناش خفيفة شابة لداخل. وهذه الحاجة شوفوا اللي طيتها لكم، وكل مرة كل ما نمدها للبيبليك تاعي نقول لكم هذه الطريقة تاع خميرة الخبز، يجيكم حلوة الطابع تاعكم، تجيكم خفيفة، تجيكم خفيفة، تجيكم تشهي، والداخل تجي فارغة وتقعد طرية، تجي كي ليبونج هكا كي تمسوها تحسبوها ايبونج، بصح هي حلوة الطابع وبنتها حلوة الطابع. نصيبه. شوفي بنتي، شوفي الشركة هادو ما انتي شفتي يعني واحد يدير شريك هكذا برك يحوس على شريك من برا، لازم يكون يعرفه. شوفي انا بابا كان شريك بكري في خدمته، بصح الشريك هذاك شريك اللي كنا حاسين روحنا شغل عائلة وحدة، انا ما كنتش نعرف مع الاول كي كنت صغيرة بلي هادوك ماشي فاميلتنا وبلي شريك بابا، يروحوا للعمرة كيف كيف، كان فرد من افرادكم كيف كيف. شوفي دار وحدة حج مع يماه، مع يمات شريكو، شغل يماه، يعني انا الشيء اللي شفته حاجة. كي تشوفي ناس هكذا تقولي بلي الشراكة ماشي انا ما شفتش بلي الشراكة ماشي مليحة، انا شفتها مليحة باسكو انني عشت في دارنا مع بابا كان شريك، وكنت يعني فخوره بهذوك الناس. وانا اليوم شفت الشركه بلي ماشي مليحه، الشراكه مع بابا علاش كانت شراكه وعشره طيبه كما قلت لك، انا ما كنتش حسبتهم بلي ماشي من لا فامي. قلت لي كانوا متفاهمين وما كان حتى حاجه بيناتهم. ايوه كانوا متفاهمين ومتعاشرين ولا باس عليهم يعني بكري. فهمتي كيفاش؟ ماهيش حاجه ماشي مليحه، وما نقولوش كامل الناس ملاح، ما نقولوش الناس كامل ماشي ملاح، خاطر كاين وين تلقاي شريك
شريك بالطبع، يعني اللي يفيدك وتفيديه، يتعاملوا يخدموا عندهم كومطابل. بصح كاين الشركاء وين يرمي كل شيء. كانوا بكري عندهم كومطابل ونشفالك، تروح لي للحانوت، تروح لي للبيرو تشفي نحكي لك. نروح لي عندهم كومطابل واسمه عمي نور الدين، كنت نروح ليهم، كان بابا يشري لي ساندويتش، ساندويتش مرقاز، كان مقابلهم واحد يبيع المرقاز. راني عاودت تفكرت اليوم، شوفي بكري ودرك الناس صح تبدلت، درك كثرت الخيانه، الناس ولات في الشراكه تخون، كاين شريكو واحد كيكون يعني يدي دراهم، كاين اللي يسرق، كاين مام زعما تكون بيناتهم خدمه، واحد يخدم 80% والاخر يخدم 20% وهذيك 20% ما يجي يخدمها حتى وين الاخر يتقلق، معناتها ما يكونوش قاسمين الخدمه 50-50. وانا واش قلت لك لازم يكونوا يتفاهموا، لازم مام الشريك، شوفي كاين اللي يدخل بالدراهم كاين يدخل بالمجهود، وكاين اللي يدخلوا ب 50-50 بالدراهم، ماشي دائما الشريك يدخل بالدراهم، فهمتيني؟ ايه يعني واش دي فوا الجهد ما يقسموش، الجهد ما يقسموش. حنايا واش نقولوا للمشاهدين؟ الشركه كانوا يقولوا عليها من بكري يقولوا الشركه هلكه، يعني كان في بلاد مكه، يعني كيكون واحد حتى في مكه كيكونوا مشتركين، وتعرفي حنايا الجزائريين نشوفوا اهل الحجاز، نشوفوهم يعني ناس الدين وناس يعني حتى هما، والشراكات بيناتهم ما ينجحوش مرات، على حساب قلت لك الانسان لازم يخير الشريك تاعو في كل الحاجات، يعني حتى في الحياه الزوجيه شراكه لازم الانسان يختار شكون يشاركوا في هذيك الحياه الزوجيه، يعني لازم اختيار مليح في قبل الشركه، الاختيار المليح، الراجل يخير المراه المليحه اللي يعاشرها ويعيش معاها، والمراه كيف تخير الراجل المليح اللي تعيش معاه الحياه الزوجيه، تعيشوا في الهنا ويجيبوا اولاد ويعيشوا حياه مليحه، ماشي غير هكذاك برك. وكما يقولوا ناس زمان الشركه اللي قالها يتسعفوا، تعرفي شنو يتسعفوا؟ سعفني ونسعفك. اليوم واحد يكون زعفان، كيما مثلا اليوم حنا كيكونوا نخدموا في فريق عمل وعندنا لا بريسيون مثلا، لازم هذا يسعف هذا، واحد في دقيقه يزعف الاخر يسكت ويخليه، ولا قعد واحد يعيط واحد ما يشدش الحقد في مبعضهم. ايوه شوفي واش يقول لك اذا شفت زوج متعاشرين اعرف الدرك على واحد، فهمتيني؟ شريك هدايا نهار واحد عيان، نهار واحد زعفان، نهار الشركه راهي ماشي غير هكذاك، ولا في القرايه تاني كيف اذا هذيك راهي خدمت مع هذيك وحده بالك تقرا مليح، وبعد كل وحده وذكائها وكل وحده طريقه تفكيرها، يعني كل واحد وطريقته في التفكير وكيفاش يخدم، يعني كل واحد وكيفاش تفكيره، يعني ما نقدرش نقول لك على هذوما البنات كيفاش. دوكا هنا يلزمنا سفر البيض ميمي، ناخذ من هذه فوق، خودي صفار البيض وعلى خاطر راح نسحقوا في هذيك الوصفه البياض، ديروا صفار بيضه ولا صفار بيضه كامله، صفار البيض صفار بيض زوج بيضات، على خاطر هنا في هذيك الوصفه اللي جايه من بعد راح نستعملوا البياض هكذا باش ما نفسدوش. زيت المقروط كيفاش تولي دايره كي نقليو فيها مقله مقروط؟ تقعد في هذاك السمن، يهبط فيها هذاك السمن تاع زمان، كانوا يديروا كيلة تاع هذاك الزيت تاع المقروط ويديروا له الباقي تاع المكونات اللي رانا درناهم اليوم. نقول لكم هذاك الزيت ما ترموهش، ديروا به الحلوة الطابع ولا الطورونية ولا الطورنو كما يقولوا لها الناس وهران، ورجعوا لي بالخبر تجي واحد الطورنو. كاين وين هذه في الغرب يكلاسيوها من برا؟ هذاك لا هذاك في الطيارات حاجة واحدة أخرى. شوفي هي حلوة الطابع كي تجي خشينة ثاني تجي شابة مني، نلقوها تجي تيبس طيب. زيديني واحد جون دوف راح نسحقوه، والجون دوف باش يكفينا على خاطر ما يكفيناش في هاد الكميه كامل، نحطوا له شويه لافاني. الناس اللي ما يحبوش الريحه تاع البلون الجون دوف نقولوا لهم واش يديروا؟ القهوه، يديروا القهوه ولا يديروا ثاني لافاني كيما راني درت انا، وحتى يقدروا يعصروا عصره تاع القارص، وشنو القارص يولي لونه باهت ما يقعدش لونو يبرق وشباب، يطفى اللون تاع الصفار. هنا يتدهنوهم هكذا بالصفار، تاخذوا من الفوق واش حبيتوا ديروا، تحبوا ديروا لهم كاكاوات، تحبوا كميشه تاع السكر كيما حبيتوا ديروا لهم من الفوق.
احنا رايحين نحطوهم يخمروا ومن بعد باش نطيبوهم يطلعوا لنا هكذا يجيو يشهيو. ونقول لكم احنا نروحوا بعد نعاود نوريو لكم باش تشوفوا معنا واش خيرنا لكم. ثاني وصفه لنهار اليوم بقاو معنا ما تروحوش بعيد. عاودنا ولينا لكم باش نديرو سلطان المايدة الجزائرية، المقروط اللي نديروه في الأعياد المناسبات العرس. ما كانش ضربة فيهاش المقروط، يا لو كان مقروط المقلة ولا لو كان مقروط الكوشة، كل واحد واش يدير على حسب. كاين بزاف لي غوسيط تاع المقروط. أيوا على حسب المناطق. راح نديرو حنا اليوم تاع المقلة. جيبي لي الباكي تاع الدقيق ويلاه نبداو. نحطو القصعة الله الله. هاكي. ونبداو نكيلو. ناخذ البول اللي رايحين نديرو به، هنايا عندنا 3 كيلات تاع الدقيق، كيلة تاع السمن ذوبي لنا من السمن، وعندنا في هاد الكيلات كيفاش نديروهم، كيفاش نعبروا الدقيق تاعنا، شوفوا معايا، لازم الكيلة تجيني بومبي، ماشي 4 كيلات، تجي أقل من الرابعة، يعني الرابعة راح تكون أقل، هكذا، ناخذ شوفوا معايا 3 كيلات كيفاش يجيو هكذا، كيله معمره يعني هكذا تجي فايضه، هاي تجي هكذا. شوفوا معايا كي تشوفوا الدقيق بدا يهبط منا ومنا تحبسوا، شوف يعني يتعمر من الفوق ويهبط. فوالا كي تشوفوا الدقيق بدا يهبط منا ومنا نحبس الكيله تاعي. هاي ماما كيما حنا دوكا هنا رانا شركة، رانا شركة اكيد، نتوما شركاء حياتي من راني زدتو نتشاركوا في كلش. شتو الكيله كيفاش تفيد؟ غير تفيد الكيله نحبس الدقيق. هنا راهي هذه الكيله جاتني قريب كيلو، يعني هنايا الكيلو نقصت منه شويه، نقصنا غير شويه من الكيلو. نديرو القريصه تاع الملح اللي لازمه، الحلويات كامل فيهم ديك القريصه تاع الملح، لازم نديروها هكذا، نديرو قريصة الملح هكذا ورانا نخدمو. نديرو الكيلة تاع السمن، وإلا ما كملتلكمش الكيلة تاع السمن تقدرو ديرو تكملوها، يعني ديرو الباقي بالزيت. هنا ناخدو مغرفة تاع السكر. أما دي فوا الشركة تكون سبة في خسارة ناس كانوا متعاشرين عوام وعوام. شوفي الشركة كاين، شوفي قلتلك كل واحد كيفاش يتعامل، كاين الشركة لي يتفاهموا متفاهمين يعني كيما نقولوا 100%، ما يتخاسروش محال، وكاين حتى وما يتفاهموش، زعما واحد يحب يستقل، يحب يدي دراهمو، يحب يستقل ويدير مشروعه وحده، ما يدخلوش الشراكه هذيك في الحياه الشخصيه والعلاقه الشخصيه. ما العلاقات الشخصيه خلاص الخدمه، ماشي معناتها خلاص العلاقات الشخصيه. العلاقه الشخصيه يا ميمينه دائما نقول لك العلاقات الشخصيه ما ندخلوهاش مع الخدمه. حبسي حبسي حبسي، هذا ماشي كيما تاع الكوشة، ما لازمش الكيلة تكون فايضة، كيلة معمرة، هاي الكيلة معمرة برك، ما لازمش نفيضها هكذا باش يجينا المقروط ناجح. هكذا شدي لي بنتي، عمريها لي بالماء والماء زهر، وأنا راني نخدم. دير لي كيلة وحدة. كاين اللي يقول لك المقروط بيتوه، المقروط ماشي لازم يبات، سورتو تاع الكوشة، يعني أنا نديرو ونطيبو في وقتو. ويجيني مقروط مهوي وشباب والله الله عليه بلا ما يتعبني بلا والو. هاي ليكم المقروط يا بنتي. شوفي الشركه قلت لك انا كي شفت الشراكه تاع بابا مع شريكو تجيني الشراكه، يعني ماهيش حاجه مليحه، حاجه مليحه ما تخوفنيش، خاطر شفت بابا كيفاش كان مع شريكو، قلت لك كانوا حياه وحده دار وحده كلش، يعني كان حتى وكانوا يصراو بيناتهم مشاكل وحاجات. لا لا عمري ما سمعت مشاكل بيناتهم، باسكو ما كانوش يكبروهم، ما سمعت بيناتهم مشاكل. شوفي كاين اللي يحب هكذا يحط هكذا يرش الرشه الخفيفه هذه ويستنى حتى نديرو ليدام، حتى نديرو العقده. دوكا انت جيبي الغيسيبيون ديري العقده وانا راني نرش في المقروط. السكر هذاك ما ديريهش كامل باش نفهموا المشاهدين، حنا رانا دايرين 3 كيلات بكيله. وشنو نتوما، انا قلت لكم انا ما نخدمش بالكيله، انايا في العقده
نخدم ميزان، نخدم مثلا 100 غرام ندير لها 50 غرام تاع السكر، ما نكسرش راسي مع الكيلو. شوفي شحال نقص منها. ديري زيدي زيدي شويه، خلاص حبسي تري بيان. دركا واش نديرو؟ ديري البلون دوف لمي بيه. هنا هذه لاستويس اللي عطيتها لكم، لو بلون دوف علاه ميمي على بالك وعلاش البلون دوف؟ باش ما ينحرقش في المقله. ايوه باش في المقله ما ينحرقناش المقروط، العقده تاع المقروط ما تنحرقش، ما تنحرقناش. شوفي دائما واش نقول لك، كي نسمعوا المقروط واش يدير، كي نسمعوا المقروط يدير الحس هذا تاع يدير هذا الصوت، يدخل يغني يغني المقروط يغني. شوفي يا بنتي الشركه، صح قالوا الناس زمان الشركه هلكا، بصح كاين شركه اللي حتى ماتوا هما شركه، ماشي اي شركه يعني ماشي مليحه، ماشي اي واحد يكون شريك، كل واحد وتجربته، كل واحد وتجربته، كل واحد وطريقته في التسيير، كل واحد وطريقته في التعامل مع الناس. كاين ناس لقيهم يحبوا الناس، يعرفوا يتعاملوا مع الناس، يعرفوا قيمة الناس. كاين ما يعرفش، ما يقدرش يكون شريك، ما يقدرش يعاشر الناس، كاين اللي طبعه صعيب، وكاين الناس يعني اللي تستحمل، كاين الناس ما تستحملش باش يكون شريك هكذاك برك. ما كاش كيفاش، كاش درتي لي العجينه ان شاء الله تكون ماشي طريه بزاف، ماشي طريه هذيك هي هكذا. موالفين تشاركوا، موالفين نشترك انا وياك، حنايا انا بنتي انت يعني شراكتنا ما عمرها ما تضرنا بنتي. هكذا شوفوا معايا، ناخذ شويه من الدقيق كيما خليت، عطيني باش نمسح يديا. انا ما تفهمناش دركا، رانا ما تفهمناش، بصح انت بنتي ما منكوش بنتك، ما كبروش الحاجه ومكبروها مشكل ونتخاسروش. شوفي الانسان قلت لك العلاقه الشخصيه، الانسان ما يخلطهاش مع الخدمه ولا مع القرايه ولا اصلا. كاين يقول لك في واحد لا فورماسيون يقول لك باش ينجح خدمه عمرك ما تدخل علاقات شخصيه في الوسط، يصرى مشكل في الخدمه تخلص هذيك الخدمه سي بون، تعاودوا ترجعوا كما كنتوا نورمال. شوفي شحال كاين وين طاحت الرواح على شراكه في وقت الغضب، بصح لو كان يقعد هذا الانسان ويخمم ويقول انا علاش وهذه الحاجه علاش، يلقى روحه غلط. كل حاجه تجوز، اللي جاز على هذه الكلمه، انا هذه الكلمه دائما نقولها، اللي جاز على كلمه جاز على روح يا بنتي. والشريك ماشي غير سهله، والروح تقول شريك يعني الانسان يعرف هذاك الانسان الا راه وليد فاميليا، اذا كان انسان صابور، اذا كان انسان. شوفي الصبر هو كلش في هذه الدنيا، انه الانسان كي يصبر على الناس رايح يقدر، اذا كان صابور يقدر يشارك، اذا كان ماشي صابور حتى في خدمه عاديه ما يقدرش يخدم. الانسان الصابور يقدر يخدم في كل بلاصه، يقدر يخدم الناس، يعني ماهيش حاجه سهله. اعطيني البابي دو كويسون بنتي دقيقه، انا دائما المقروط ما نقدرش نخدمه بلا بابي دو كويسون. اوكي اعطيني قطعوا بالمقص، ومن بعد انا دائما ما نعرفش نخدم بلا بابي دو كويسون، يسهل الحياه بابي دو كويسون، يزير المقروط، يزير هكذا الخدمه اللي تخدموها، الكفته مقروط اي حاجه كي نزيرها هكذا تجيني شابه، تجيني ليس، وفي نفس الوقت ما يجينيش هذيك الشوق تاع المقروط اللي يجيني، ما يجيش هذاك الفيد بين لافارس ولافات، بين لافارس ولافات، ولافات ما تجينيش متشقه. شوفي كاين بعض المرات اللي كي نديروا المقروط كي نقليوه واش يصرى له، يتحل لنا في المقله. ميمي واش موالفين نديروا كي تصرى لنا حاجه هكذا؟ نجيبوا ان بول تاع المظهر والحبه نحطوها في البول هذاك تاع المزهر، ونقطروها من الماء هذاك ونقليوها، نقليوها مباشره، معناتها راه خصو الماء. اعطيني الموس، اعطيني الشوفات والموس. شوفوا معايا المقروط كي نقطعوه ما نهبطش قباله، المقروط هاي الحبه تاع المقروط كيفاش نقطعوها، ها هي هكذا نذبح هكذا هكذا، ونديروا الحبه ماي كبيره ماي صغيره. كاين اللي يديروا الحبه كبيره، انا ما نحبش المقروط الكبير بزاف، يطول في طيابه، ميم هكا يجي متحوف، هكذا يجي متحوف. وتاني الحبه ما تغملش، يعني طيب من برا ومن الداخل. كاين مرات شوفي على بالك باللي
الحلوه كيما طيبش علاش يصرالو المقروط هكذاك؟ كاين بزاف سيدات ما يعرفوش علاش مقروطهم صرالو هكذاك. باسكو المقروط معروف يطول ما يفسدش. يطول ما يفسدش، وعلاش يفسد؟ لا لا، معروف على مقروط المقله كاين من يصوف لهم، وعلاش يصوف؟ ما يكثروش العقده، ما يطيبوهش مليح، ما يكثروش العقده، وكي ما يطيب ما يكثروش العقده تولي العجينه بزاف، ومن بعد هذيك العجينه واش يصرى لها؟ راح تقعد خضراء وما تطيبش. ايوه تقعد خضراء وما تطيبش من الداخل، فهمتي واش حبيت نقول لك؟ هذه هي الحبيبه تاع المقروط كيفاش تخرج لنا. ها هي المقروطه، ها هي لافاغس فيها. دوكا واش ندير؟ واش ديري انت يا العسيله؟ انا رايحه نرش هكذا. هاي ليكم، علاش درنا البياض البيض في العقده؟ باش ما تخرج لناش. وشنو يلزم تكون يابسه؟ هنايا المقروط يلزم يدخل في المقله، يلزم يدخل في الزيت، يغرق في الزيت، ما لازمش يجي خارج من الزيت، لازم يغرق في الزيت. هنا كل ما نزيد راح يغرق في الزيت كيما راكم تشوفوا هنا هكذا. نخليوه يتحمر على نار قليله، ما لازمش تكون قاويه النار. علاش ما تقويوش النار هكذا؟ باش يطيب لنا من الداخل ومن برا المقروط. هكذا انا نزيد نرش المقروط، ما نقعدوش نقلبوا فيه في المقله. شوفي شتي رانا نتشاركوا انا وياك تلمو متفاهمين، شراكتنا حلوه، شراكتنا مليحه، تفهمها المشاهد ممكن يصير فهم نسعفوا. بصح انت بنتي، احنا مهما كانت يعني مع بنتي يعني لو بنتي حاجه واحده اخرى يعني. ما شوفي ميمي، الانسان قبل ما يشارك اي واحد يشارك الصديق اللي يكون يعرفه من صغره ويشوف روحه يعني متفاهم معاه ومتحابين هو وياه. شوفي ميمي انا حضرت شراكات، يعني نتفكر انا بابا بصح كان متساعف مع شريكه وشريكه متساعف معاه، بصح نتفكر كاين شراكات اللي خاوه واشتركوا في تجاره ومن بعد تجارتهم خسرت وما تفاهموش في التجاره، ولا ماشي خسروا يعني تفارقوا، كي يشوفوا روحهم زعما دخلوا دراهم يحسوا بلي واحد ويخدم على الاخر، يحسوا بلي هذيك الفايده ما يقسموها، يقول لك انا نديها وحدي. اي وكثر الا دخلوا فيها نساء، يعني مرات تلقاي نساء ثاني يدخلوا روحهم بين الخاوه تفترق هذيك الشراكه، يعني حتى الاخوه يعني الاخوه ثاني شراكه، تلقى يعني كي يدخلوا نساء بيناتهم كيما يقولوا ناس زمان يقول لك الخاوه كانوا خاوه، وكي جاوا بنات الناس يوليو ولاد العم. يقول لك ثاني خوك خوك حتى تجي مرت خوك. يقولوها ناس زمان صح. خوك خوك حتى تجي مرت خوك، ماشي دائما يعني ماشي دائما. ما نعمموش يعني ماشي كامل الناس يعني هكذا. هنايا شوفوا زدت مع الاول وراني نزيد بالعقل بالعقل في الدقيق هذا اللي كنت رشيته بنص الكميه تاع الماء زهر. هكذا نلم. هكذا. شوفوا هنايا نقول لكم حاجه، المقروط ما ينقلبش. انا دركا حسبت باللي يدخل لي في المقله، خيرت هذه المقله، عندنا مقالي غامقين وعندنا الطماجر وعندنا القدر. ميمي كون درنا في قدرتنا هذيك الصغيره الكحله ينقلب الزيت خير يا ميمي، ما ينقلبش. دوكي راكي تمسي فيه نخافوا يتحرق. استنيتو حتى تحمر وحقلبته. هي شوفوا المقروطه ما نمسوهاش حتى تتحمر، هي يتعرف تقلي. حتى تحمرت باش قلبتها. لو كانت تمسوها قبل ما تتحمر تتحل. تجيب دي كاسرو ما ديري فيها ميمي العسل. انت الله يبارك عليك يا بنتي شاطره في التعسال. التعسال والقليان تاع المقروط. هي اللي تقلي لي مقروط. هنايا المقروط استعملوا دقيق الخشين. من الاحسن دقيق الخشين ولا المتوسط. في هذا ديروا هذا النوعيه المتوسطه. هكذا. هكذا شوفوا دوك نوريكم هذيك الترميله باش تجيكم. يا اما تخليو العجين ولا الدقيق مع اليدان هكذا، يا اما تاخذوا من الدقيق هكذا شويه وديروا هكذا باش تجينا ديك الترميله الشابه من الفوق. شوفوا كاين اللي يحبوا خشين هكذا، كاين اللي يحبوا رقيق، كل واحد كيفاش يحب المقروط. انا الحبه الكبيره بزاف ما نحبهاش. حتى الحبه الكبيره في الماكله كاين اللي يخليها، كاين اللي يخليها. انا نحب المقيرط
كل ما تكون حبة صغيرة كل ما وبصح شوفي احنا تزيريين يقول لك اللي يدير الحلوة صغيرة مش حاح، هي العكس. انا بالنسبة ليا حلوة كبيرة فساد حاج واحد يفسد برك، يعني الحاجة الصغيرة واحد ياكل ويعاود. بصح ناس زمان ميمي كانوا يخمو باش يديروا الحبة هكذاك، تقول لك كي تجي وحدة نعرضها وتجي للعرس كي تدي معاها الحلوة تاكل هي وتوكل ولادها، فهمتيني كيفاش كانوا يخمو. هكذا نلم المغرب تاعي هكذا نوجد لك. ماما كاين المقروط اللي كيقليوه سلاي نعطي لك رفدي يا بيبي، هكذاك مول فات رفدي ها كي مول فات انت معاه نحبهم بالحبه. لا لا يا بنتي بالحبه تقعدي هنايا اليوم. كاين اللي يديروا العسل بارد كاين اللي يديروا نحبه هكا. لا لا لازم نسخنوا العسل هكذا باش مقروط ما يتعسل حتى للقلب، لازم هكذا من المقله للعسل والعسل يكون مسخن هكذا باش يدخل العسل حتى للقلب. يلا حنا نكملوا مقروطنا نقليوه ومن بعد رايحين نتلاقاو. خرجي حبه يشوفوها المشاهدين، حنا رايحين نخليوه يطول شويه داخل العسيله باش يدخلوا العسل حتى للقلب. وانتم اللي راكم تشاهدوا فينا نقول لكم اللي يحب يشارك واحد يخيروا يكون يعرف ربي اول حاجه ومتربي مربيين ووالديه ثاني حاجه. هذه هي الشروط اللي لازم تكون في الشريك وفي الناس اللي تكونوا تعرفوهم، ماشي تروح تشارك واحد ما تعرفوش. حنا نتلاقاو من بعد في الاخير باش تشوفوا واش حد الله لنهار اليوم. بقاو معنا. الشراكه ناس بكري كانوا يقولوا لنا الشركه هلكه يا لو كان في مكه، بصح كاين ناس بزاف شركه ونجحوا وخدموا وداروا دراهم وداروا بزاف حوايج مع بعضهم وتشوفوهم عايشين كاسره واحده. يعني انا نعرف شراكه عشتها في دارنا، بابا وشريكه فرقت بيناتهم الموت، هذا واش نقول لكم. يعني الشراكه ما تخوفش يا بنتي، هي صح الشركه عمرها ما كانت دائما هلكه، وبس تنجح الشركه لازم يفرقوا بين الحياه الشخصيه والعلاقه الشركه. الخدمه خدمه ودراهم دراهم والصحبه صحبه وكل حاجه في بلاصتها، كي نكونوا هكذا كل حاجه تمشي مليح وسواسو ودوم العلاقات ودوم العلاقات اكيد. حنا واش كنا حضرنا اليوم؟ حضرنا من المطبخ الجزائري ولا من حلوياتنا الجزائريه العريقه والبنينه والهايله واللي نحضروها في الاعياد والمناسبات. سلطان الميدة، سلطان الميدة المقروط درنا له داخل بلون دوف هكذا باش يشد لكم لافارس الداخل وتجي معسله. الله الله هو جا مرمل، الله الله راهو مرمل ويدوب في الفم جا يشهي يشوفوا لونه شحال راهو شباب. وكنا حضرنا مع بعض حلوه الطابع، هادو في زوج يعني الحلويات اللي ما نستغناوش عليهم. حلوه الطابع في وسط الجزائري تتسمى الطرونيه، تتسمى الطورنو في الغرب الجزائري، كل واحد واش يسميها. حلوه الطويبعات سميوها كيما تحبوا، بصح لا غوسيت هذه نقول لكم جربوها بخميره الخبز وادعوا لي دائما ما تنساوناش دعائكم. وحنا انا وميمي ان شاء الله نتلاقاو بكم غدوه في خيامتنا، في خيامتي انا. الى اللقاء، سلام.